السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بسطات، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات التنوري والجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. أيا لا ترجعنا بنات أولاد بتاريخ 17 جوج 2024، تقولوا 32 ألف تاع الدرهم. أين بوين لنا شوية؟ أين؟ أعطيو هذاك شريعتكم. 700,000 ورا تاعو. أش عطيتي مولي؟ عطيناهم 46 ديال كنا وما بعتيش الأرض؟ كنت تسلك السوق فاش كاينه السلعه كثيره كنت تبيع السلعه مولفه تبقى تلترك. راه كاينه السلعه الفيضان حيت هذيك السيمانه ما دخلت السلعه. تيقول 27,000 تاع الدرهم. الكحل ما تاعك؟ لا. أمال زيدوني. أهلا. عرض مع القر والرجالي وكل شيء. عرض زين. ويني راه السوق ما الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تؤنق في المكان. 526 اللي بغيتي فيه ولا عطوها لك ولا ما عطوكش فيه؟ بقي الله كل شيء. الله اليوم السلعة كثيرة كانت في السوق مدينة سطات. واخا مرحبا هانس، مرحبا. انت مع هاد الشاروري هذا بالبيضة وكي دير بلجيكي؟ هاد من نوع قال لنا بلجيكي، من نوع قال لنا هذا بلجيكي. وانا شنو نعرف فاش وليتي تقول لي راه بلجيكي؟ اش بقيت انا ما نعرف. هذا شاروري بحالك؟ لا، شاروري يكون اصفر ياك؟ هذا ابيض. والبلجيكي تيكون ابيض؟ ابيض وزرق، ابيض وزرق الزيتون. هذا اش من نوع اسيد؟ هذا بلجيكي. هاد الناس قالوا لي هذا بلجيكي، قلت لهم انا شاروري. قلت لهم انا راه شاروري. ألف عرض بلجيكي عن قراو رجال هنا في السوق الأسبوعي في السطات. عن قراو رجال يا آتا، أنا قلت يا جات معك 546 عرض. عرض زين. مرحبا مرحبا، ها هو معنا اليوم في السوق الأسبوعي بالسطات. مرحبا. وشحال يا حسن؟ وما بعتوش؟ الله خرجوا الزيتون. شحال فيها تقريبا؟ وحسن شحال فيه؟ في 50. 350؟ قويتي عليها حسن. وما بقيتيش مزق يا اخوي. مال ما فيش 50؟ شويه مخ مخيون من العنق. وهذا تاعكم تاعكم؟ وشحال عاود فقيه؟ شحال؟ 36 436. هاد عاود فقيه تاوك الكزاري وبيع 20 في التاول الكزاري. هاد الخيرات في السوق الأسبوعي بسطات تنوريوها لجميع المشاهدين.
ولا كان كريدي بغيتو تنكروا بعدا جاتكم بارك 3 مليون و 70000 3 مليون و 70000 اليوم بارك دريويت بارك دريويت الحيمات بيا وليد الحيمات تبيع اللحم شحال اللحم 1500 واخا السلعه موجوده الف غالي الله يكون في العون انت فين الباترون ما يعطيناش الشق خير الي غلاك 670 33000 تاع الدرهم و 500 هذاك الشيء اللي كاين اودي المال مشروك هذا؟ لا مشروكين ست ناس اللي مشروكه السق وجيتي بغلا كبار الاولى شي يجي من فولي 12 حتى هما 12 واقفين لا يا وخلي يوم الفيا الواحد بركة بركة بخيرات الله ينزل البركة الناس 20000 30000 كاع موقعين الناس عاقت ها؟ وما قلبتوش انت سيتوني 500 زيتون حطينا ليها 460 اي 460 جابوا واد تيصيفطوا لك الفلوس تيصيفطوا لك الفلوس عاد صيفط انت كيبقى يجي شويه لا باس فلتي فلتي منا الحمد لله قال لهم داعوا معايا بالشيفه الله يعمر لي الدار بدي زيانة تبارك الله على بارك وصافي الله يحفظك ليا والله يعطيك صحتك انت بارك كتبقى فيا والله الا كتبقى فيا بزاف اودي زيتون الله يرضي عليك الله يرضي اخو جا احنا خو حيدوا الظالمين الله يعمر لك الدار اودي زيتون قلب هذا مع الدنيا شحال هذا نكمل مع المسكين شحال عمتي له ما دياليش ما كنجمجم لك الحاجه اها عرفتي قلت لك فين خبرتي قلت لي راني ميت في واحد الفيديو راني ميت جمجموا لي اش كتبت لك انا فيش كتبت لك فيش كتبت لك قلت لي ماني ميت وطايح علي عاد منزل ديروا لي 500 وعمتي له هاكم 500 شروك حتى هنا لا 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 تقلب مع الديالة ب 3 مليون شحال والله انا العبد مزيان عبد الله اهلا اهلا سي عبد الله انت من اكادير فوت علي والله ما بغيت فوت علي فين ذاك العجل ده ب 40 قلت له 8 و رسل عليهم موجودة سي سعيد 15 بغيتي ديرها كيما السيمانة اللي فاتت السيمانة 16 اليوم راه السلعة موجودة مول الفاتت تبقى حتى لهذا الوقت 65 السلعة موجودة راه ما كاينش رخا شوفوا هذا 1500 قلتي فايت 15 فايت 15 في الزين هذا راه عاد هذا راه عاد السيارة غادي تلا قادين السيارة السيارة تنزيد راه كتزيد هذيك لوطور دايرة متكية ما تقدش حتى تمشي الحاجة مليحة غالية قول ما قول ما تخدمش على الناس هذا تيدي شوف اسعد شوف اسعد شوف اسعد هذا تيدي عجيلات 260 280 حتى 300 كيلو شحال طايح هذيك مازال ب 15 15 20 حتى 15 40 كاع في المليح كتقول لنا 13 ما تخش ما والو الا 13 كتقول لي 13 60 13 40 كانت كانت كيمتاش كانت وتا دابا راه كيصبر عاد شي هوك وشي هوك ديك الناس راه ما سالكاش الناس راه ما حنا الله يهديك الزيت وي راه ما سالكاش الناس راه باش ما باعت ما تسلكش الله يهديك انا عرفت الناس راه كاين هذا انا البالا ديال 8000 ريال وانت كضحك على عباد الله شوف 15 60 البالا بشحال؟ 2000 ريال ديال 14 و 14 و 15 و 13 تقول لي من الحم 13 و 60 لا فاش يكون السوق شوف سير انت انت ماشي هذا كزار او تيخدم بقر مليح تيشري بقر غير عادي بقر الزراق ما خدامش انت تشري البقرة ب 1200 بقر الزراق الله عمر لي دار الله بحال ما هذا تيشري البقرة ب 1200 واني تيقف مولاه مولاه ب 16 ما سعيد الهدر جات معاه يشري بكر مليح ويشري هادي انت اللي كتقولي من حمد 13 كان شي حمد 13 كان كان درك راه هاد السيمانه السوق غالي شي بقرة طايحه السوق غالي هاد السيمانه احنا ما عندنا مشكل الله يرحم فينا الله يعطينا شي جمعه ديال الماء امين هذا ما دويتي هذا راه يديه ب 12 يقعد مولا على مولا ب 16 الحمراء ب 17 على حسب درك تخرج علينا وتخرج على الناس باش لا الشقوف هذا هادشي يشري الشقوف اسمع اش قال الله يعمر لي الدار ايوا تجي باغي تعاند مع مولي البقر المليح بحال سعيد لا دوا جات معاه شري بقر مليح خليني انا ندي دابا الراس كاين الله يربح يلا الله يربح تقد التتويعيه والله لا بعتيه شحال نعرف
74 باش خالصها 474. لا السلعه راه كانت اليوم موجوده في السطات، ما مولفش البقر يبقى حتى لهذا الوقت، وان هذه السلعه باقا موجوده، وان الاثمنه باقي شادين شويه. الاثمنه السيمانه كاينه الاثمنه في السوق الاسبوعي بالسطات، كانت السلعه ديك السيمانه دخلت قليله، وهذه السيمانه فايضه هنا في السطات. خيرات تنوريوها جميع المشاهدين. بالعاده ولد بويا وحنا ليله هاد حنا تقاتلوا هاد برا عطاوك 10000 تو هذا الحاج عبد العزيز خويا هنا في السوق الاسبوعي في السطات. السوق 120000 100000 كله ورزقوا كله ورزقوا. واش غنديروا؟ شحال هاد؟ هذاك ب 34 يو ارت مزيان. ايوا 34 وما بعتيش هاد الارض؟ ما بعناش. ان شاء الله خير. ها هو تصور مين مع من شخص مع من شخص شيل عايز عليه شيل تعال تعال خلنا نمشي وديك جرى الفوزة تتقربوا للحس تسكت معاه تسكت راه غنشدك في الحمام غنكسلك مزيان في الحمام تفرى محمد شحال هذا 400 30 خلاص اليوم اخويا وما بعتوش اخويا وباقينا اخويا احنا ديما في السوق الاسبوعي بالسطات 434 عرفتي واحد يشبه لي البارح خرجوا واحد ب 460 الف 460 ايوا راه مسرا زاد شويه اللي مرا شويه سوق كيفاش اليوم؟ قلت لي مسرا ماشي بحال اليوم دخلت السلعه اليوم دخلت السلعه بزاف؟ اه وديك السيمانه راه ما كانش كان هذه 500 قداش هذيك السيمانه ياك؟ واه هذوك جوج ولا واحد؟ هذو جوج اسيدي شحال هذوك الخيرات؟ عطيني الناس ب 140 واخا كاين في السوق الضلمه اهلا شحال قلتي لي؟ عطيني الناس ب 140 ما بغيتوش؟ وبيعوا واحد زوين واحد شويه واقول كاع بحال بحاله وصافي بيعوا ساعة البيع هادي راه قريب يعدل قريب يعدل الفجر 500 وتبارك الله الأحد يدان وصافي سمعتي ليه عزيزوني ما عندي ما نقول ما عندي ما نقول دام حينو في قيسرو ولاد بوزيريو ولاد خلود طريق البروج بين البروج وقيسر هجا تكزر تماك ادريس؟ لا مو حاج لا عرفتك ما تكزرش تماك انت عندك الحانوت ما تكزرش شريت خايمين ها؟ خايمين وحديد لا عرفتهم حديدان سلعه؟ ما عندي ما نقول شحال حطيتي لي؟ ها؟ يفوت 70 وقيلة ها؟ انا ما قلبتوش كي دايره دالت قلبت واش انت الغايت يقول ما هزيتو ها انا حطيت 80 ابو لحم العرضه واكل العرضه واش سيدريت اهلا اهلا